مساء الخير. هلا، مساء النور. اصب لك شاي معاي؟ ليش لا؟ كل شيء من يدك حلو. الله لك يا عيناتك. اكيد عندك شيء. انت يوم تقول كلام حلو اكيد عندك شيء، وراك سالفة. يعني وعرف. تفضل. تسلمين يا الغالية. الله، وايد حلو. ايش عندك؟ قول تحج. ما عندي شيء نقول. لا ما يصير، اكيد وراك سالفه. سالفه؟ اي بس ها، اذا تبي فلوس ترى ما عندي. ايش دعوه يمه؟ اي فلوس، انا بس حاب اقعد معك شوي، يعني ندردش مع بعض. ما منكم من عيارتك. تحكي سولف، ايش عندك؟ يمه ما عندي شيء، سوالف عادية. على راحتك. الا اقول يمه، انتو مخاطركم تفرحون؟ ليش لا؟ اكو حد يكره يفرح، بس اكو شيء في البيت يفرح. زين يمه، ايش رايك انا افرحكم؟ تفرحنا ليكون بتهد الجامعة وتشتغل مثل أخوك. كان زين يا يمه، كان زين سويت هالشي من زمان، على الأقل توفر علينا الخسائر. لا يمه، أنا ما راح أهد الجامعة. عيش لو بتفرحنا يا حظي. يعني أنا أقول، يعني شو رأيك أنت وأبوي مع بعض؟ يعني يكمل تخطبوا لي. تخطب لك؟ يعني انت تبي تتزوج؟ لا مو زواج، خطوبة، وبعد الجامعة يعني بعد ما اتخرج اتزوج. ما شاء الله عليك. وانا اقول يا يمه، ليش تنطر عقب ما تتخرج؟ ليش ما تتزوج على طول؟ يمه انت تدرين الزواج مسؤولية، وانا محتاج اني اكون قد المسؤولية واشتغل. والله انت يوم تدري ان الزواج مسؤولية، عشان انت بتتزوج؟ يما انا اقول خطوبه. عين ابوك، خطوبه سنتين؟ ليش انت وين قاعد؟ والخطوبه هذه ما تبي لها مصاريف، فلوس، خساير. يما بس انا اقول يعني. بس ولا كلمه ولا تقول ولا شيء. صدق ما تسعي على وجهك، بعدك ياهل ما طلعت من البيضه تبي تتزوج؟ شوف اخوك الكبير اللي يشتغل ما طلب انه يتزوج، انت تبي تتزوج؟ صدق ما تسعي على وجهك. قم يلا ادلب، قم ادلب على وجهك قم. ما يستحي على وجهه جليل الحياة. اتزوج. مساء الخير. اي خير؟ عيالك خلوا فيها خير؟ ايش فيهم عيالي؟ ايش فيهم بعد؟ ولدك طلال اللي توه ما خلص جامعته يقول يبي يتزوج. والله؟ لا، اشوفك مستانس فرحان. لا مستانس ولا فرحان. المهم خلنا من سالفه طلال وقول لي، عبد اللطيف ايش كان يبي منك؟ عبد اللطيف كنا في شغل، في شغل. وان شاء الله الشغل بفايده. طبعا طبعا بفايده، اعطاني اوفر تايمي. صدق؟ حلوين وما تشوف شيء. كم موجودين. تفضلي. صدقك؟ بس هذيل الحين تخابنا من الصبح، انا اوفر تايم اوفر تايم، وبس هذيل؟ صدق ما عندك سالفة؟ حصتك فين؟ لو 10 بس؟ حالة شوية الفلوس اللي خاشهم حق السهرة والوناسة خذتهم، حسبي الله عليك يا حصة. بس
سعاد، ايش رايك نسوي حفله بمناسبه تخرج خلود؟ حفله؟ ايه ليش لا؟ ومنها نعزم بيت عبد الله وبيت سالم. لا لا، انا بسوي حفله كبيره، بعزم ناس وايد، وانت بعد تعزمين صديقاتك. انا؟ لا انا ما بيعزم احد. ليش؟ صديقاتي ما يحبون الحفلات بالبيوت. خلاص تستاهل خلود، نسوي لها حفله في فندق ولا بصاله. خو عبد اللطيف ايش فيك؟ انت بتسوي حفله عرس ولا شنو؟ احنا كم بنت عندنا؟ عندنا واحده، لازم نفرح فرحتها. عبد اللطيف واللي يسلم عمرك، ما في داعي لهذا كله، هذه بنت والدلع لها مو زين. ايش عندك؟ شو تسوي؟ ولا شيء، ما عندي شيء. سلامتك. انا كنت قاعده هني وسمعت صوت ورا الكبت، قلت خل اشوف يمكن يكون فار. شفت ماكو شيء. خلنا اشوف. لا لا انا شفت ماكو شيء. وبعدين انت مو عندك دوام باكر؟ روح نام احسن لك. بروح اخذ دوش احسن. احسن. بخصوص شغلك معاي بالعيادة؟ اي دكتور، ان شاء الله ارتب اموري، بس بصراحة انا للحين ما قلت حق امي. هبة، اذا مالك خاطر او ما تبين قولي لي، ترى انا ما راح ازعل، واللي بيننا اكبر من كذي. لا دكتور لا تفهمني غلط، بصراحة انا ما صار عندي فرصة علشان اكلم امي، وامي اكيد ما بتعارض. خلاص عيل انطر ان شاء الله. يا دكتور، دكتور ممكن استأذن؟ اي ما عندي مانع. ما علي دكتور، اعذرني، انا اول مرة استأذن من الدوام. ما علي يا هبة، اذا شيء اضطراري وغصبا عليك انا ما عندي مانع، تقدرين تروحين. شكرا. والله يا ابو خلود انا من راي زوجتك، خلود ما يصلح لها تشتغل. والله ما ادري ايش اقول لك يا سالم، الحقيقه انا ما ودي تحس ان هي اقل من الناس. انا مقدر هالشيء، بس خلود اذا طلعت من البيت واشتغلت وعاشرت هالناس ومثل ما تبيها انت، صدقني انت بتمقلق عليها وخايف عليها. كلامك معقول، الحقيقه انا محتار ما ادري ايش اسوي. شوف، ما لها الا امها تقنعها انها تقعد في البيت. بعدين وش لمعه وراسها بالشغل؟ هي ما شاء الله الخير وايد، وابوها من اكبر هوامير البلد. تفضل. متى اقدر استلم القرض؟ باشا ان شاء الله.
مشكور. خير يما؟ شو عندك؟ تعال. وين بتروح؟ يما مشغول عندي شغل. انت مو تقول بجازة؟ لا شغل ثاني. تشتغل شغلة ثانية وما تقول لي يا هنوي؟ يا مهاني ايش فيك؟ شغل ثاني يعني مو شغل ثاني، لا انا عندي شغلة ثانية يعني موعد واحد من الربع وبروح لهذا الشغل، فهمتي؟ ايه فهمت. ممكن اتوكل؟ والحين منو يودك روح؟ يا لهالزمن كل واحد لسانه على طول. صباح الخير يما. صباح النور. شل حلال شل جمال، انا ما ادري ايش فيهم، صار ما عندهم ذوق ما يجون يتقدمون لك. يا يما ما في داعي لهالكلام، الموضوع هذا انا نسيته من زمان. شنو نسيتي؟ ان شاء الله بتتمين على شدك ذي قاعده. لا حبيبتي انا بزوجك، انت بنيتي الوحيده، بس مو اي واحد، واحد يعرف قيمتك وما يكون حظك مثل حظ امك. مو وقت هالكلام، انا راح الشغل، تبين شيء؟ لا يما سلامة عمرك، روحي. تعالي، ايش فيك رديتي؟ تعبانة يما. توك صاحية ما في شيء تدعجين معاي، متى تعبتي؟ يا يما تعبانة، اتصل عليهم باخذ اجازة. شنو؟ تاخذين اجازة وتقعدين هني على شب؟ انتو ايش فيكم؟ كلكم تاخذون اجازة وتقعدون عندي في البيت؟ ايه عشان يخصمون عليكم اخر الشهر وماكو معاش. لعيوني حبيبتي دانو، سمعي كلامي، روحي شغلك وعن الدلع، يلا هناك بتصيرين احسن، يلا روحي يلا. واي نوني، بصراحة البنت اللي تقول عنها كان ودي انها تشتغل عندي، لكن بصراحة البنت عازة على كرسي. طيب اختبرها، عطها فرصة. شلون اختبرها؟ يعني اجيب لها موظف ثاني يدز معها الكرسي؟ معقولة عيال عم بجامعة واحدة ما نشوف بعض الا بالصدفة؟ انت اللي ما تنشاف الله يهداك. زين هني ما تشوفني، ليش ما تسأل عني في البيت؟ هذا أنا وهنوي كله ويا بعض، ليش ما تي ويانا؟ هنوي يسهر وايد وأنا عندي دراسة، وأنا بصراحة خايف عليك من هنوي. شنو؟ من هنوي؟ أخوك؟ إيه يا محمد، هنوي ترك دراسته واشتغل، ما عنده شيء يفكر فيه، حتى لو ضيع كل حياته بالسهر، بس أنت وراك جامعة ودراسة. أنا الحمد لله داير بالي على دراستي. مو كافي يا محمد، أنت لازم تخلص دراستك علشان وراك مسؤولية. لمتى هبه تصرف على البيت؟ انا باكر بشتغل واخليها ترتاح ان شاء الله. انت لا تحاتي بس. علشان شي لازم تشد حيلك، علشان باكر يقر. تصدق عاد؟ فرق وايد بينك وبين اخوك. حمود انت هني وانا ادور عليك؟ هنوي؟ تعال اشرب معنا شي. ما بشرب شي، انا عندي موضوع مهم مع حمود. مهم حيل. عن حمود شو السالفة؟ ليش مو قاعد ترد على تلفوناتي؟ كنت مشغول شوي. مشغول شوي قاعد مع طليل؟ قاعد نتكلم عن الدراسة. دراسة ها؟ يلا ما عليه، حمود زعلان. يا اخي لا تصير يا اهل، ما صار شيء. ما صار شيء؟ تخليني بالشارع وتمشي عني وتقول لي ما صار شيء؟ حمود يا ولد عمي انت شفتني انا مستعجل، وبعدين هذا موعد مهم ناطر انا من اسبوع. زين خلاص خلاص. عدل 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 وجاسم، ايه كذي خليك خوش فلة. زين اقول ولد عمي صار على موضوع هبه. ما ادري. شو ما تدري؟ انا على اعصابي وانت بكل برود، ما ادري. انا ترى متوازي، اخذت القرض ما اخذت القرض، راحت البنك ما راحت البنك. قلت لك ما ادري. قم. وين بنروح؟ قم نروح نسالها ونرجع. هي بس انا عندي محاضره بعد شوي. اي محاضره حمود الله يهداك؟ يلا قم معاي. انت ما تفهم، اقول لك محاضرتي بعد شوي. اذيتني محاضره؟ انت شنو قاعد تدرس نووي؟ قاعد تخص بيورانيوم؟ امشي يا عمي، انا اعوضك عن المحاضره هذه بسهره خوش فله. عن اذنك انا رايح محاضرتي. حمود ما عليه، حيتني ومشيت. ما عليه ولد عمي، صجله قالوا الرجال معادن. ما عليه، صوره جامعتهم خوش فله حبيبي.
شكلي بطيح هني بتكي يعني. شنو برايك سبب ارتفاع الاسعار؟ والله ما في ارتفاع اسعار. رنا غرفة خمسة. آسفة تأخرت. لا عادي ولا يهمك. في احد سأل عني؟ لا ما حد سأل عنك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه ساره زميلتي بالشغل، وهذا هاني ولد عمها. تشرفنا يا استاذ هاني. لا لا بدون استاذ هاني حاف عشان الميانه. تشرفنا عن اذنكم. هلا يبا هلا والله ابنك جاك. حياك تفضل. لا انا بصراحه يعني انا اسف اني اسف. على شنو؟ اسف على موضوع القرض. عادي احنا عيال عم متربين مع بعض، ما فيها شيء لو ساعدتك. طيبه طول عمري اسمع انك طيبه، لكن الحين تاكدت. بس عساك رحتي البنك؟ رحت من الصبح وخلصت موضوع القرض، ومن بكره ان شاء الله بستلمه. عدل 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 بنت عمي، ان شاء الله المعروف هذا ما راح انسالك اياه. لا معروف ولا شيء، ما في معروف بين الاهل. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا شايبني؟ انا جاي ازور فيج بالمستشفى. انت اللي شايبك؟ وين شكو وانت؟ شوي شوي ايش فيكم على بعض؟ هبة عن اذنك انا اخليك حق مرضاك، والظاهر الحبيب هذا مريض جديد. شبي منك هنوي؟ ما يبي شيء، جاي يزورني. ليش؟ هو متعود يزورك؟ لا هذه أول مرة. أنا آسف. صديقك للحين مرقد بالمستشفى؟ إيه للحين. الظاهر أن صديقك وايد غالي عليك. وايد وايد غالي. زين هو بأي غرفة؟ عشان أروح وأطمن عليه. ها؟ لا أنا توني كنت عند الطبيب وبرخص اليوم بيطلع يعني. ما ادري ايش اقول لك يا دكتور، واحد طالع وواحد راد، وكلهم تقول انهم عيال عمها. زين الزيارات هذه تعطلها عن شغلها؟ بصراحه ما ادري ايش اقول لك يا دكتور. ايه تربكنا شوي، ما يصير كل يوم على هالحال. خلاص يا ساره روح شوف شغلك. انزين وهبه اناديها لك؟ ايش حكيت تنادينا؟ ها؟ لا لا ولا شيء، عن اذنك يا دكتور. تفضلي. مو راضية. والحل ويا هالبنت. خلها على راحتها، إذا جعت بتاكل، بنتش بالغدا. لا لا، أنا ما قصدي. هو لا انت ولا بنتك تبون تتغدون؟ اي الحق منه انا طابخه. تغدين انت اذا ما تبي تتغدون علشاني. انا بتغدى الحين. يا يبا ما تهجبين ترى بنت من اليوع. خو ميت من اليوع وقبل شوي مالك نفس تاكل. وانا منه غير خلود بهالبيت يفتح نفسي على الاكل. تسلم لي يا يبا. لا 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 يبا انا تعودت على ريولي. لا والحين بسبقك بعد. اشوف شوف لحظه ايش رايك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟
ان شاء الله كل شيء ماشي تمام. الحمد لله تمام يا دكتور، كل شيء تمام. مدام كل شيء تمام، ايش الاخبار اللي واصلتني؟ خير يا دكتور، ايش صاير؟ لا يا هبه مو صار شيء. انتم متضايقين من شيء؟ ساره اكو شيء مضايقك؟ لا لا ابد يا دكتور، ما في شيء مضايقني. انزين انا الحين بخليكم، والزيارات والتليفونات والاستئذانات تركوها عنكم. اصفي يا دكتور، انا ما يفيدني للاسف، ابي كل واحده فيكم هني تشوف شغلها عدل بهالقسم. ليلوش فيك كذا حاتيش من موبايلي. اي امس شريته، بيه باباك المدرسة عشان تشوفينه، في مميزات وايد حلوة. انتي بعدين ما حاج، وانا كل ما ادخل الغرفة اشوفك معلقة التلفون بذونك. ادق عليك بعدين حبيبتي، اوكي يلا باي. يما ايش فيك كذا حاجي رفيجاتي؟ وليش ما تحاجي رفيجاتك من تليفون البيت بالله؟ شو الفايدة ادق عليهم من تليفون البيت بالله؟ انا قاعد ادق عليهم على موبايلاتهم عشان يعرفون ان انا عندي موبايل. وإذا عرفوا إن عندك موبايل إيش بيصير؟ ما راح يصير شيء، بس بكذي كلهم بيعرفوا إن عندي موبايل. أقول بس الله يهديك ويكبر عقلك إن شاء الله. مينون أنا صح؟ هاي، شلونك مريوم؟ أنا العنود. إيه هذا موبايلي. ليش طايحة من عينك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هبة يوم احنا تغدينا، غداك بالمطبخ. يما الدكتور سعود يبيني اشتغل معاه بالعيادة. شنو؟ تشتغلين معاه في العيادة؟ وشغلك يا يمه؟ يمه بشتغل بالمستشفى بالعيادة بعد. زين ايش فيها؟ حلو، بس ان شاء الله يعطيك راتب زين. بصراحة ما كلمني عن الراتب. ليش يا يمه؟ ليش ما سألتيه؟ الأمور هذه ما فيها مستحى. ان شاء الله بكلمه، بس أهم شيء ما عندك مانع؟ لا يا يمه ما عندي مانع. في أحد تيله رزقه ويزعل؟ راتب ثاني زين، ألف والحمد لله والشكر لك يا رب. عسى الله يوفقك يا هبة. شنو اللي خشته وراك؟ شنو هذا؟ هذه لعبة. ادري لعبة، بس حق منو؟ انا شريتها اليوم. شريتيها حق منو؟ ايه ان شاء الله بتقولي لي حق وحدة من عيال رفيجاتك. زين اللي تعرفين ان رفيجاتي عندهم عيال. نصيتش انت؟ انت مسوي نفسك راعية واجب وتعرفين الاصول وكريمة وشهمة. شوفي دانو
سالفة انك تشترين هدايا وتودين حق رفيجاتك انا ما احب هالسوالف، هذه سوالف الهدايا تلوع كبدي، وش معناهم حبيبتي ما يشتروا لك شيء؟ وعلى شنو تبين يبون لي هدايا؟ وعلى شنو حبيبتي انت تودين لهم هدايا حقهم وحق عيالهم؟ يا امه هذه مو هديه، هذا حقي انا. شنو؟ ليش؟ يا نيتين عشان تبي تلعبين بالالعاب على اخر العمر؟ دانو اصحي ليكون حسباتك بعدك صغيره والغيوه، لا يا بعد عمري تراك فوق الثلاثين. ادري ادري كم عمري، ادري وحاسبته بالسنين والشهور والايام والساعات والدقائق بعد، ادري في داعي تذكرين هذا عمري وانا عارفته اكثر منك. صج؟ اعطيني اللي في ايدك، اعطيني. لا يما لا يما خليها خليها، انا محتاجتها وايد. بتجننوني بتطلعوني من طوري، ايش فيكم انت؟ انت من صوب واخوانك من صوب، اخوك اللي توه بالجامعه يبي يتزوج، والثاني هاد شغله وقاعد ماخذ اجازه، شي يسوي ما ادري، وحضرتك شاريت لي العاب وابوكم ما يدري عنكم. ما اقول له حسبي الله ونعم الوكيل، يننتوني الله يننكم ان شاء الله. أنا حبيبتي لا تخافين، أنا أمك هني، لا تخافين أنا معك حبيبتي لا تخافين. صدقيني يا خلود أنا وايد خايفة من هالشغل. إيش منا خايفة؟ هذه وظيفتك. إيه صدق وظيفتي، بس اختيار الدكتور سعود لي أنا بالذات يخوفني أكثر. الدكتور لو ما كان واثق فيك كان ما اختارك، أنت بروحش تقولين إنه إنسان عملي وما يرحم بالشغل. هو صدق يحب الشغل، بس بعد إنسان طيب وخلوق وقلبه كبير والكل يحبه. وإحنا بعد نحبه. إيش قصدك؟ لا يا خلود لا يروح تفكيرك بعيد، العلاقة اللي بيني وبين الدكتور عمله بس. العموم يا هبة أنت إنسانة طيبة وتستانين كل خير. مشكورة يا خلود، وأنت إن شاء الله الله يوفقك وتلاقين شغل عند محامي مثل الدكتور سعود. ما أظن، أنا فكرت زين في الموضوع ولقيت كلام أمي عدل. اللي يشوفك أمس يقول هذه مو خلود اللي قدامي. أمس كنت منفعلة لأني صدمت بالحقيقة، ومثلك عارف دائما الحقيقة تصدم الإنسان. يعني أعتبر هذه انهزامية؟ هذه حقيقة. وليش تحكمين على هالشيء قبل لا تجربين؟ أجرب وين أجر؟ ومن بيرضى يشق الوحدة مثلي؟ ليش لا؟ أنتي جربي وأنا متأكدة إذا رحتي أي مكتب محامي راح يوافقون عليك. يا خلود أنتي متخرجة بدرجة امتياز. أرجوك لا تزرعين الأمل فيني وتخليني أحلم من جديد، أنا ما صدقت أنسى. يا خلود ما يصير نحكم على الأمور بدون ما نجرب، إذا تميتي بهالبيت بين أربع طواف راح تحسين بعجزك. وأنا فعلاً عاجزة. لا يا خلود أنت فيك روح منطلقة، روحك السابق الريح، صجريلك مربوطة، بس لا تخلينها تكون نقطة ضعفك، لا تخلينها تسيرك، خلي عقلك وتفكيرك هم اللي يسيرونك. شوف هذا انا جيتك، ها بعد مو تقول، مو تقعد تقول بعد نشوفك صدفه وما تيوني. حياك الله يا محمد، تصدق عاد انا من زمان ودي اتقرب منك ونصير ربع، بس كنت احس كل ما قربت تصدني. اوف 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 اوف، معقوله هذه؟ انا صدق؟ تصدق عاد الكلام اللي قلته لي اليوم بالجامعه صحاني من غفله. انا بس كنت خايف عليك من هالنوي، هالنوي ما له هدف في الحياة، وأنا ما بك تمشي ورا واحد بلا هدف. شلونك محمد؟ بخير الله يسلمك. شلون أمك؟ بخير تسلم عليك والله. يما محمد من عيد لعيد يدش بيتنا، ما تبي تضيفينا؟ يا طلال أنا وين جاي؟ بيت عمي وبيت خالتي، يعني مو غريب،
بعدين لا تحاتي، انا كل يوم راح امرك. بتمرنا كل يوم؟ طلال تعال بيك. ان شاء الله يمه. شنش ما خاطر محمد يزورنا؟ انت ما سمعت ايش يقول؟ يقول كل يوم بيقعد عندنا. وش فيها؟ محمد مو غريب؟ ادري مو غريب، بس ما يبي شاي، يبي قهوه. لا يمكن يتعشى عندنا وبعد باكر يجينا ويقول بتغدى عندكم وبيتريق عندنا، اخاف بعد يبي لحب. يعني شلون؟ نطرده؟ لا ما نطرده، بس هذه كلها مصاريف يا يمه، خسائر فلوس بيزات، من وين اجيب فلوس انا؟ أنا يلا بالغصب أمشي هالمصاريف لين آخر الشهر. يمه مو وقت هالحكي الحين، روحي بينا أي شيء نشربه، ولا تبين ريال يقول عنه بخلة؟ والله يقول بخلة ولا أموت من الجوع والفقر. يمه تكفين، لا تفشلين. اسمع هذه آخر مرة، هالمرة ما راح أفشلك، بس مرة ثانية إذا ربعك يبي يزورونك لا، أنت روح قاعد عندهم وزورهم وكل عندهم اللي تبي، فاهم؟ إن شاء الله إن شاء الله. وين وين؟ أمل 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 أمل. وين وين حطيت أنا؟ وي ما خزنت رغمها، شلون الحين بلا؟ كنا أي نجرب. ثلاثة اثنين ولا اثنين ثلاثة؟ ثلاثة اثنين ولا اثنين ثلاثة؟ جرب ثلاثة اثنين. ألو. دقيت بالغلط فشلة. ألو آسف أخوي دقيت بالغلط. لا لا عادي حبيبتي، يعني مسموحة طال عمرك. كان زين دائما تشي تغلط، يعني أقصد يعني خوش فلة لما تغلطون نفس صوتك اللي غلط يعني. أخوي قلنا لك داقين بالغلط، خلاص عاد يلا يلا باي. انت من تحاتشين؟ واحد متصل عليه بالغلط، فيها شيء؟ نامي نامي. العنود تركي عنك هالسوالف. قلت لك غلطانه، شنو الواحد ما يغلط؟ ردي، ليش ما تردين؟ لان هذا اللي دقيت عليه بالغلط وهو الحين اللي قاعد يدق. زين ردي عليه، وقفي عند حده. ما له داعي، ماني رادة عليه، خليه يدق لما تطلع روحه. انت ايش فيك تطالعيني كذي؟ شنو مسوية جريمة انا؟ العنود انا خايفة عليك. شنو خايفة علي؟ ياهل عندك انا؟ تركي تركي عنك هالسوالف، انا لو ابي احاكي كان حاكيته قدامك. أنا آسفة. وين أبيكم حمد؟ انت شو تسوي؟ انت للحين صاحيه؟ انا ابي ابدل ملابسي. بس حق تبدل ملابسك؟ كلها ساعة ويطلع النهار وبتروح الشغل، خليك كذي. على قولتك ما في داعي بعد انام، يلا نواصل. تفضل. عدل عدل بنت عمك مشكوره وما قصرتي، وانا ان شاء الله ما راح انسى لك الموقف هذا معي. لا
بس الله يخليك لا تطول، انت عارف الظروف. لا لا ما راح اطول، وانا خلاص كلها كم يوم استلم شغلي. صدق مبروك مقدما. الله يبارك بيك. وهبه يعني انا ما ادري، اسف اتوقع اني حستك وهذا بالمكان وبشغلك، بس يعني اخليك انا عن اذنك. تفضل. مشكور. هبه انت ما سمعتي شنو قال الدكتور سعود امس؟ سمعت، بس شو اسوي؟ ولد عمي هاي وعنده مشكله لازم اساعده. مشكله؟ خير يا هبه؟ لا الحمد لله انحلت. الحمد لله. ساره ابيك تفكرين معاي بهديه حلوه حق انسان عزيز علي. حق هاني ولا حق طلال؟ لا هذا ولا هذا، حق صديقة. انت متأكدة انها حق صديقة؟ سارة انا ما اسمح لك، انت عارفة انه ما عندي هالسوالف. يا سلام، يعني مسوية روحها كلش. الو. هلا، صباح الخير. ايه نايم. لا 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 ما عندي محاضرات اليوم. شو بتيني؟ اوكي 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 يلا ناطرك. باي. هاي حصه ايش قلتي مريم؟ انت من صدقك انا اعطي بنتي حق هذول؟ وي ايش فيهم هذول؟ جيراننا من سنين، ما سمعنا عنهم شيء مو زين. الولد هذا وحيد امه وعنده ثلاث خوات ويصرف عليهم، وين بيقدر يصرف على بنيتي؟ انت من صدقك يا مريم؟ بعدين هو خلى اول يعيش اهله بعدين يفكر في الزواج. حصه ترى دانا مو صغيره. اي بس ما يصير اقط بنتي كذي، تبينها تدعي علي طول عمرها؟ ايش فيها؟ البنيه تاكل وتشرب وما في احسن منها. كيفك؟ هذه بنتك وانت حره، انا بس بغيت اريحك منها قبل لا تكبر وتقعد بويهك. لا 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 تخافي، دانا ما ينخاف عليها، ابنية تشتغل وتجيب فلوس، يعني مو محتاجة حق أحد. كيفك؟ هنوي؟ صباح الخير خالتي. صباح النور، هلا يمه تفضل. صباح الخير مهاني. هلا هلا بالغالي، هلا بولدي العود. بلشت معاني. انت ما تستحي على وجهك، من امس ما شفتك. يما عاد ما يصير قدام العالم، خل نتواعد انا وياك برا بكافيه ولا قولك بالبيت نشرب شاي ونتعاتب على راحتنا. ونتعاتب على شنو يا حسره؟ انت الحكي اصلا ما منه فايده معاك. اقول خالتك تصيرين خاله خوش فله وتنادي لي حمود لو سمحتي. ان شاء الله من عيوني. استريح استريح، تعال اقعد. ايه انا ادري ليش ما تبي تشوفني، عشان لا اسالك عن الراتب. عشان خالتي هذا؟ ايه. اشرب لا تحاتين حجيه، انا الراتب استلمته اليوم. صدق؟ وينه؟ تفضلي. ايه كذي. أنا دائما راضية عنك وعزك دون إخوانك. عدل عدل مهاني عدل. شلونك خالتي؟ الحمد لله، شلونك؟ الحمد لله تمام. ها هنوي نمشي؟ وين تمشون؟ ما شربت شيء للحين؟ صراحة خالتي إحنا عندنا شغل مشغولين، وشربت من شوي من شايك يعني بركة طال عمرك. بالعافية. إن شاء الله توفق اليوم شغلنا، لا نتأخر عاد إحنا. إن شاء الله إن شاء الله. أقول حصة ليش ما تزوجين هاني؟
ها تشطاري على بالك سالفة الزواج؟ من شوي بتزوجين دانا والحين هنوي، اخاف بعد شوي بتزوجين ريلي.